كيكة الكوسة، عندي كوبايتين كوسة مبشورة، البشرة بتاعتها ما تكونش ناعمة قوي عشان ما تنزلش ميتها، كوبايتين دقيق أبيض، وممكن يكونوا دقيق شوفان أو يكونوا دقيق قمح كامل، كوباية من دقيق اللوز، كمان اللي عندهم حساسية قمح ممكن يستخدموا بدل دقيق الأبيض أو الشوفان أو القمح الكامل، ممكن يستخدموا كله دقيق لوز أو دقيق أي أنواع تنفع معاهم، ما فيش مشكلة خالص. 4 معالق صغيرين من القرفة، 2 معلقة صغيرين من البيكنج باودر، 2 معلقة صغيرة من البيكنج صودا، 2 معلقة صغيرة من الملح أو 1/4 معلقة صغيرة من الملح الحقيقة، ربع مش معلقة، 4 بيضات، 1/4 كوباية سكر، 1/2 كوباية زيت زيتون، 1/2 كوباية لبن لوز أو لبن جوز هند أو لبن حليب، 2 معلقة صغيرين من الفانيليا، 1/2 كوباية من الشوكليت شيبس. هنا هحط دقيق اللوز، الدقيق الأبيض، بيكنج صودا بيكربونات الصوديوم بيكربوناته، بيكنج باودر، قرفة لما بيحبهاش ممكن يستغنى عنها، شوكليت شيبس اللي هي يعني سودا والشوكليت شيبس بيضة، دول للتقديم كده اوكي، والملح رشة الملح في العجان، هحط السكر، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط عليه الزيت، هضربهم مع بعض لحد ما افصل، احط البيض وعليه الفانيليا عشان انزل بيضه بيضه، هنزل هنا بيضه بيضه وعليها الفانيليا، هوقف، هنزل الكوسة مع كل المقدار الجاف اللي احنا جهزناه مع بعضه، اللي هو الدقيق مع دقيق اللوز مع بيكنج باودر وبيكنج صودا وملح مع قرفة مع تشوكلت شيبس أبيض وشوكولاتة، وهضرب وانزل اللبن. بقت عندنا الكيكة جاهزة، قالب مدهون ومتبطن بالدقيق، هنحط فيه الكيكة، هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة إلا ربع، بعد مرور 25 دقيقة هنبص على الكيكة نختبرها، وأول ما نلاقيها استوت هنطفي الفرن ونسيبها 5 دقايق، نوارد باب الفرن ونسيبها 5 دقايق، نطلعها على سطح مش سائع ونسيبها لحد ما تجهز أو تهدى يعني. بعد كده بقى ممكن تحطوها في علبة، وممكن تحطوها في التلاجة تقعد أسبوع مثلا، وممكن تحطوها في الفريزر تقعد معاكوا حوالي من شهر لشهرين، بس تكون مكيسة كويس جدا مش داخلها أي هواء أو طعم أو حاجة، وبعدين تطلعوها تاخدوا منها القطعة اللي انتوا عايزينها وتدخلوها تاني، أو تطلعوها وتستخدموها مرة واحدة بقى خلاص. إذا كنتوا هتستخدموها ممكن تقللوا من الدقيق 1 أو 2 معلقة كبار وتحطوهم كاكاو، فتطلع لكم كمان بالشوكولاتة، تبقى لطيفة جدا جدا. كمان ممكن تنصصوا كمية الكوسة مع جزر، فيبقى بالكوسة والجزر برضو بتبقى لطيفة جدا. ادي كده الكيكة بتاعتنا، الرف اللي في النص درجة حرارة 180 لمدة ساعة إلا ربع، وهنبص عليها بعد مرور نص ساعة. هتطلع ازاي بقى؟ هتطلع كده يا جماعة، بالظبط كده زي ما انتوا شايفين كده، حطينا لها شوية سكر بودرة، وادي شوية شوكليت شيبس من اللي احنا حطيناهم جوه، وشكرا.